يعني تعالى مثلا هنا فايل اوبن، وهجيب لك هنا اكزامبل هدول لك تشتغل عليه. اكزامبل جاهز اهي، تعالى نشوف هو فين اهو. مثلا فاضي؟ اه فاضي. خلاص كده لون الطل ايه؟ هخليه ابيض. ثم يعني هعمل ايه؟ هو مش الطل ده مفرغ؟ يعني معنى كده ان انت محتاج ان انت تفرغ فيه، صح؟ هنا التفريغ هتفرغه بخامه اسمها اوباستي، او افكت اسمه اوباستي. الاوباستي ده عشان يبتدي ان هو يشتغل لازم تكون الصوره اللي معاك ابيض واسود. اللون الاسود هو اللي هيختفي من الصوره. في عندك مجموعه الافكتس اللي موجوده فين؟ هتلاقي في عندك فيها هنا ايه؟ تعالى هنا اهو كده، وتعالى اقول له بيت ماب، وتعالى نختار مثلا اي صوره من ضمن الصور اللي موجوده عندنا. تعالى ناخد مثلا، ناخد دي، هتشايفها؟ واعمل اساين، واعمل هنا شو. بس هي حجمها كبير قوي، تحبوا تسيبه كده ولا تصغره؟ تعالى نعمله تايلنج حاجه، خلي دي كده مثلا 5، خلي دي كده 5، واعمل رندر. يعني عليه كده تاني اهو. مثلا هاخد نفس اللون ده، هو اهو اساين وشو، ثم هاجي من مابس، ثم هاجي اوباستي، واجي هنا بيت ماب، واروح انقي الصوره اللي انت عايزها. اساين وشو كبيره، تعال نصغرها هي مثلا 3 في 3، تتكرر 3 مرات في 3 مرات، وبعد كده رندر. كبيره صح؟ كنسل. على بقى نخلي دي كده 7 في 7. لا الكوره دي انت اللي بتحددي لونها. اهي اي لون يعجبك اهو. هاجي هنا كده من تحت مابس اوبستي اهي بيت ماب، وتعالى اختار دي اساين وشو. تفتكري دي ممكن تطلع ايه؟ حاجه مقطعه؟ ايه الابيض في اسمه؟ غيري اللون ده. تعالي من فوق خالص اهي، جو تو بيرنت اهي، فوق خالص اللون ده خليه ابيض. اه هو دي ما ينفعش.